السلام عليكم، هذا الفيديو مخصص لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي الذين يسألون عن طريقة حساب معدلاتهم لهذه السنة. إذا فقد تم إصدار المذكرة المنظمة لهذه العملية يوم 19 يونيو كما تلاحظون أمامكم، وهذه هي المذكرة المنظمة. إذا بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي فيتم احتساب مكون المراقبة المستمرة بنسبة 75% ومكون الامتحان موحد الإقليمي بنسبة 25%. بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي فكل من المراقبة المستمرة والامتحان الجهوي يحتسبان بنسبة 50%. نأخذ بعض الأمثلة لكي نفهم أكثر. إذا بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، نأخذ مثلا تلميذ لديه في المراقبة المستمرة نقطة 7 وفي نقطة الامتحان الإقليمي 8. إذا سنقوم بضرب 7 مضروبة في 0.75 لأن نقطة المراقبة المستمرة تحسب ب 75%، ونقطة الامتحان المحلي 8 سنقوم بضربها في 0.25، ثم نقوم بعملية حسابية بسيطة. نجد أن نقطة هذا التلميذ هي 7.25. وبالنسبة للسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي نأخذ مثال لتلميذ لديه في المراقبة المستمرة نقطة 14 وفي الامتحان الجهوي 16. وبما أن كل من المراقبة المستمرة والامتحان الجهوي يحتسبان ب 50%، إذا العملية التي سنقوم بها هي 14 زائد 16 الكل مقسم على 2 تعطينا 15، وهذه هي نقطة هذا التلميذ.